أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 79. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة العربية في جمهورية مصر العربية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة مع ضيوفنا الأعزاء هتكون تحت عنوان مراجعة شاملة للنحو للصف الثالث الثانوي، وهيكون في ضيافتنا في الحلقة دي بالترتيب كده مستر محمد اسماعيل. مساء الخير يا مستر. مساء الخير يا استاذ. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر عصام الرفاعي. مساء الخير يا مستر. مساء الفل. منور الدنيا كلها. الحمد لله. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر محمد عطيه. مساء الخير يا مستر. مساء النور. اهلا بيك يا حبيبي. ومعنا ايضا في الحلقه مستر محمد عز. مساء الخير يا مستر محمد. ازيك يا مستر؟ ازيك يا حبيبي. ومعنا طبعا في الحلقه مستر محمد البكري. مساء الخير يا مستر. مساء النور. واخيرا وليس اخيرا معانا مستر سيد عزيز. اهلا حضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. منورين الدنيا كلها. وطبعا طلابنا الاعزاء اللي بيشاهدونا، اساتذتنا الافاضل مجمعين كم كبير جدا من التمارين على النحو للصف الثالث ثانوي، فيا ريت كل طلابنا تركز مع المدرسين بتوعنا والفنيات اللي هم هيركزوا معانا مع بعض في الحلقه. وقبل ما نبدا الحلقه مع بعض بنحب ننوه ان فريق العمل في البرنامج اللي هو موجود معانا في الاستوديو بالاضافه لاخرين معانا في فريق العمل اللغه العربيه دلوقتي بيجهزوا كتاب المراجعه النهائيه للثانويه العامه، وان شاء الله هيبقى متوافر في اقرب وقت ممكن. هنبدا الحلقه بتاعتنا وبنستاذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيج نمبر 2 الصفحه رقم 2. اتفضل يا مستر محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تخير الصواب من بين البدائل التالية: أحب الطلاب ذوي الهمم العالية. في هذا المثال راجع على حركات إعراب جمع التكسير، حركات إعراب الملحق بجمع المذكر السالم، النعت الحقيقي. عندي كلمة الطلاب وكلمة ذوي. الطلاب مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، ذوي نعت منصوب علامة النصب الياء. السؤال الثاني: القيام بالواجب يلزمه تحل بكريم الأخلاق. عندي هنا السؤال الثاني بيراجع على المصادر، المصدر السماعي والمصدر القياسي. عند القيام، القيام مصدر ثلاثي، وعندي تحلي مصدر خماسي. السؤال الإجابة رقم دال: أحسن كما أحسن الله إليك. هنا بيراجع لي على المصدر المؤول، عندي كما أحسن أحولها إلى كإحسان الله إليك، مصدر مؤول في محل جر، يبقى السؤال رقم طبعا دال، جر اسم مجرور. محمد، ننتقل للصفحة رقم 3 مع مستر عصام الرفاعي. تفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، نستكمل السؤال رقم 4 في المراجعة الشاملة لفرع النحو. السؤال بيقول: أنت الأعلى شأنا بين الخلان لأنك صرت أسماهم خلقا. عند تثنية الجملة السابقة في المؤنث تصبح الجملة. لابد عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أن تتيقن أننا لدينا الأعلى اسم مقصور، ولدينا صرت من الأخوات كان، فمعنى ذلك أن عندي خدعتين. الأولى هستطيع أن أنا أستبعد ألف وباء. لماذا؟ لأن الأعليان هذا مذكر، ورقم باء لا يجوز أبدا العليتان لأن لدي تاء التأنيث، وعندي أصلا الياء أو عندي ألف التأنيث المقصورة برضو تأنيث، ولا يجتمع علامة تأنيث في كلمة واحدة. رقم جيم: أنتما العليان شنا لأنكما صرتما سمياياهم. ننظر إلى صرت، صرت هذه من أخوات كان، إذن الخبر لابد أن يكون منصوب ولكن هنا مرفوع. إذن الإجابة إن شاء الله تكون رقم دال: أنتما العليان شأنا بين الخلان لأنكما صرتما سمياييهم خلقا. وهناك وقفة بسيطة مع سمياييهم: اجتمع عندي ثلاث ياءات
قال جمهور العلماء أنه يجوز لأنها ليس هناك اجتماع لساكنين، إنما كان الأولى متحرك والأولى والثانية متحرك والثاني ساكن. ننتقل للسؤال رقم 5. إن قاضي المحكمة العادل مهتد بنور ربه عند جمع الجملة السابقة في المذكر السالم، طبعا المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ولابد أن نراعي أيضا إن لو نظرنا إلى كلمة قاضي اسم منقوص، واسم المنقوص ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها، عندنا عند جمعها لابد أن نضيف الياء والنون أو الواو والنون ونحذف الياء الأصلية. لو لاحظنا إن حينما نحذفها ستجد أن الإجابة ستكون رقم باء، إن قاضي المحكمة العادلين وليس العادلون مهتدون، أيضا اسم منقوص لابد أن تحذف الياء ونضيف علامة الجمع ألا وهي الواو والنون. أحسنت مستر عصام. ننتقل للصفحة رقم 4 مع مستر محمد عطية، تفضل مستر. السؤال السادس يا جماعة إن شاء الله. تشتمل خريطة مصر على نقط غنيتين بالثروات شرق النيل وغرب النيل، بيقول لي أكمل مكان النقط. طبعا هو جايب لي هنا شباب الاسم الممدود اللي هو كل اسم ينتهي بهمزة قبلها ألف لازم، تمام، زي صحراء وخضراء، وكلنا عارفين كلمة صحراء لو انت جربت تشيل الألف همزة هيبقى أصل الكلمة اللي هو صحراء، يبقى هنا الهمزة نوعها إيه؟ همزة زائدة. الهمزة الزائدة دي لازم عند التثنية وعند الجمع لابد أن تقلب إلى واو، يبقى طبعا أنا كده هختار رقم جيم اللي هي صحراء وين، لأن أنا قلبتها واو، مش هينفع التلات اختيارات تانيين. طيب بالنسبة للمثال رقم 7 تعال نقرأ. زكم المريض في تفشي وباء الكورونا واحتضر المريض حتى مات. اعراب كلمة المريض في الجملتين السابقتين. طبعا احنا عارفين ان الفعل المبني للمجهول يعرب ما بعده نائب فاعل، ولكن هناك بعض الافعال جاءت مبنية للمجهول لفظا لا معنى، زي مثلا زكم وحمى وغمى وجنة وشدها وسلة وعنية وما اكثرها يعني. طيب بعد الافعال دي او بعد الاسماء دي اللي هي زي زكمه وجنه اكثرها بيدل على المرض، وبعضها يدل على التحير، وبعضها يدل على الغموض. طيب الكلمات دي يجي بعدها فاعل لا نائب فاعل، اما احتضر وتوفي واستشهد ما بعدها نائب فاعل، يبقى انا كده عندي المريض الاولى فاعل عشان جاء قبلها زكمه، اما المريض الثانيه نائب فاعل. طيب بالنسبه للجمله الثامنه يبقى هنا الاختيار بتاعي اللي اختاره رقم جيم في الجمله رقم 7. جمله رقم 8 الطالب مستعير الكتاب من المكتبة، بيقول لي كلمة مستعير دي نوعها ايه؟ طبعا ده سؤال بسيط، ميم مضمومة كسر ما قبل الاخر لان انا قلت مستعير زي مستشير، يبقى اسم فاعل غير ثلاثي عامل. ليه طبعا عامل في عجالة كده؟ قال لك اسم فاعل جه نكرة سبق هنا او اعتمد على المبتدأ ودل على الحال والاستقبال، وبعدين عامل لو انت مش فاهم ينفع اشيل مستعير واقول يستعير، الطالب يستعير الكتاب، فالكتاب هنا مفعول به يبقى مستعير اسم فاعل غير ثلاثي عامل. احسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحه رقم 5 مع مستر محمد عز، اتفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي نستكمل بقيه التدريبات والسؤال التاسع. السؤال التاسع يا شباب بيقول مصر تعيش نهضه شامله محموده اثارها. بيقول لي المشتق المناسب الذي يتم وضعه هنا واعراب معموله. احنا عارفين يا شباب ان المشتقات كثيره، منها اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغ. لو احنا مع بعض ركزنا على كلمه محموده هنلاقي ان محموده اسم مفعول من فعل ثلاثي مبني للمجهول، واحنا عارفين كلنا ان اسم المفعول يرفع نائبا للفاعل، اذا المشتق هنا اسم مفعول ومعموله دائما نائب فاعل مرفوع، اذا هنختار الاختيار رقم د. المثال العاشر، يقدم الجنود أنفسهم فداء للوطن. الجنود أنفسهم فداء للوطن، فداء للوطن، الجنود أنفسهم ترفض الذل. لو تأملنا مع بعض المثال الأول هنجد كلمة أنفسهم، كلنا عارفين أن في ألفاظ تعرب توكيد معنوي، منها كل ونفس وعين وجميع وكلا وكلتا زائد الضمير، يعني مضافة إلى ضمير. لو أنا حذفت كلمة أنفسهم في المثال الأول هجد أن المعنى قد اختل، يعني أقول يقدم الجنود فداء للوطن، المعنى هنا مختل. طيب جميل قوي.
هنا كلمة أنفس هتعرب حسب موقعها في الجملة. من الذي يقدم الجنود؟ ماذا يقدمون أنفسهم؟ إذن هي مفعول به. أما في المثال الثاني الجنود أنفسهم فداء للوطن، لو أنا شلت كلمة أنفس المعنى يستقيم، الجنود فداء للوطن، إذن هي توكيد معنوي والتوكيد يتبع ما قبله في الإعراب. في المثال الثالث الجنود أنفسهم ترفض الذل، لو إحنا شلنا كلمة أنفسهم هجد أن المعنى قد اختل، إذن تعرب حسب موقعها في الجملة، إذن هنا إعرابها مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن هنختار الاختيار رقم ألف. المثال الحادي عشر تعرفت من كتب التاريخ على الشعوب البدائية، عامل عدوك معاملة إنسانية. كلنا واخدين قاعدة المصدر الصناعي يا شباب، وعرفنا أن المصدر الصناعي اسم تلحقه ياء مشددة ثم تاء تأنيث مربوطة بشرط ألا يقع نعتا أو معطوفا على نعت. طيب لو وقع نعت أو معطوف على نعت هنقول عليه إيه؟ اسم منسوب. في المثال الأول البدائية اسم آخره ياء مشددة وتاء تأنيث مربوطة ووقع نعتا، إذن هو اسم منسوب. في المثال الثاني أيضا إنسانية نعت وهي اسم منسوب، إذن الاختيار هو رقم ب. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 6 مع مستر محمد البكري، تفضل يا مستر. أهلا وسهلا بكم يا شباب، طبعا بإذن الله رب العالمين هنبدأ كده نكمل اللي أساتذتنا بدأوا بيه. هنقف مع السؤال الثاني عشر. السؤال طبعا بيقول لي الصمود العربي شامخ الرايات، والجملة اللي معاها الصمود العربي راياته شامخة. طبعا سؤال بسيط بيقول لي الخبر في الجملتين نوعه. طبعا لو احنا جينا نشوف او احنا متعودين دايما بنقول ان الخبر هو ما يتمم معنى الجملة، انا عندي مبتدا ولما اجي اكمل معنى الجملة خلاص هو ده اللي بيكون الخبر. فلو جينا نمشي واحدة واحدة كده، الصمود العربي ماله؟ شامخ الرايات، فاذا ما تم معنى الجملة هنا كلمة شامخ. طيب لو انتقلنا للجملة اللي بعدها الصمود العربي راياته شامخة، فلو جينا نشوف الصمود العربي ماله؟ راياته شامخة. اللي جاي يتمم معنى الجملة راياته شامخة جملة كاملة. وما نغفلش نقطة مهمة جدا، في الصمود العربي راياته شامخة هنلاقي في ضمير يعود على المبتدأ، وده اللي احنا تعودنا عليه دايما لما بنيجي نقول الخبر الجملة شرط فيه لابد أن يقع في الخبر الجملة ضمير يعود على المبتدأ. فهنقول الصمود العربي شامخ، فكلمة شامخ طبعا دي خبر والخبر هنا خبر مفرد. الصمود العربي راياته شامخة، فكلمة أو جملة راياته شامخة هي خبر جملة، فهنا خبر جملة اسمية. هيبقى الاختيار الصحيح عندي هو الاختيار رقم د، مفرد في الجملة الأولى وجملة اسمية في الجملة اللي بعدها اللي هو الجملة الثانية. طيب هنيجي بعد كده للسؤال 13، بيقول لي ميز الجملة التي تشتمل على توكيد معنوي، وجايب لي مجموعة من الجمل. العين العين جوهرة ثمينة. طبعا السؤال ده على طول هيطلع معانا بره الإجابات الصحيحة، لأن أنا عندي العين العين جوهرة ثمينة. كلمة العين هنا يا شباب لو احنا ملاحظين هي توكيد لفظي اللي هي العين الثانية. طيب فالسؤال ده طبعا بعيد، لأن هو لو تاخد بالك من رأس السؤال بيقول لي عايز توكيد معنوي. طيب باء التقيت بغلام عينه مصابة. طيب كلمة عينه هنا طبعا دلت على العضو اللي هو في جسم الإنسان، ولسه المستر من دقيقة واحدة لسه كان بيقول لنا ان احنا كمان الكلمات اللي بتقع زي نفسه وعينه كله جميع وكلا وكلتا، الكلمات اللي بتيجي توكيد معنوي وشرط منها ان هي لابد ان تكون مضافة لضمير وكمان يصح حذفها من الجملة، فهنا طبعا دلت على عضو في جسم الانسان فهي ليست من التوكيد. طيب جيم عالج الطبيب المريض عينيه، طبعا هنا دلت ايضا على اللي هو العضو في جسم الانسان كلمة اللي هما العينين. طيب في دال باء عالج الطبيب عينه المريض، طبعا هنا عالج الطبيب المريض، ولو حذفنا كلمة عينه فطبعا المعنى يستقيم، الجملة تامة المعنى. وكلمة عينه هنا يا شباب جاءت لتدل على المريض عينه أو المريض نفسه، واتصل بها الضمير وكمان يعني يصح حذفها وتستقيم الجملة بدونها، فكلمة عينه هنا في الاختيار الرابع دال هتبقى طبعا توكيد معنوي، فإذا الاختيار دال هو الاختيار الصحيح. طيب السؤال 14، لا تغضب فتندم على سلوكي، بيقول لي اعراب كلمة تندم. طبعا لو ناخد بالنا وركز كويس جدا، لا تغضب الجملة بدأت بطلب في نهي اهو، لا تغضب فتندم على سلوكك. وطبعا احنا عارفين كويس جدا او نفتكر مع بعض ان قاعدة نصب الفعل المضارع وشرط من شروط نصب الفعل المضارع لما يصبك بفاء السببية ان يكون مسبوقا بطلب او نفي، ف
فهنا الجملة بدأت بطلب لا تغضب، فهيبقى على طول مترتب عليها تندم على سلوكك وصوبك بالفاء، فهنا هيبقى فعل مضارع منصوب، وطبعا علامة نصبه الفتحة الظاهرة، فهيبقى الاختيار الصحيح عندي هو الاختيار ألف. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 7 مع مستر سيد عزيز. تفضل سيد. أستكمل يا شباب السؤال 15، يقول: قال الشاعر: لا يكتم السر إلا كل ذي شرف، والسر عند كرام الناس مكتوب. السؤال يقول: ميز نوع الاستثناء وإعراب المستثنى في البيت السابق. في البيت السابق هنا شباب لو خدنا بالنا هنلاقي هنا ان اسلوب الاستثناء، احنا عارفين طبعا ان اسلوب الاستثناء ثلاثة انواع، اللي هو تام مثبت وتام منفي وناقص منفي. اذا ذكر المستثنى منه في الجملة فهو تام، واذا سبق بأداة نفي فهو تام منفي. وفي الحالات الثلاث، في الحالة الاولى المستثنى وهو ما يذكر بعد أداة الاستثناء ويعرب، يكون مستثنى واجب النصب. أما في الحالة الثانية فيجوز نصبه. وفي الحالة الثالثة وهو ما حذف منه المستثنى منه يعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة. لو تدبرنا لوجدنا أنه لا يكتم السر إلا كل ذي شرف، هنا المستثنى منه محذوف، إذن ما بعد أداة الاستثناء يعرب حسب موقعه في الجملة. وما بعد أداة الاستثناء هنا كلمة كل، إذن لا يكتم السر إلا كل ذي شرف، هنا كلمة كل موقعها هيكون هنا فاعل، إذن الأسلوب هنا ناقص، وما بعد إلا يعرب فاعل. فالاختيار الصواب هنا هيكون إن شاء الله السؤال رقم الاختيار رقم ألف. السؤال 16، نجد دولا متقدمة ساعية حثيثا للسلام إيمانا بأهميته. السؤال يقول: حدد الكلمة التي وقعت نائبا عن المفعول المطلق في العبارة السابقة. الاختيار الأول: إيمانا أم حثيثا أم دولا أم ساعية. طبعا نعلم أن المفعول المطلق هو الاسم المأخوذ من لفظ الفعل، ويذكر بعده لبيان نوعه أو لتأكيده أو لبيان عدده، لكن ينوب عن المفعول المطلق عد الفاظ ليست مأخوذة من لفظ الفعل كعدده أو مرادفه أو نوعه. كان أقول مثلا: يسعى الطالب سعيا حثيثا، هنا المفعول المطلق كلمة سعيا، لكن عند حذف المفعول المطلق يسعى الطالب حثيثا، إذن كلمة حثيثا هنا مرادف للمصدر فهي التي تنوب عن المفعول المطلق، فالاختيار الصواب هنا هي كلمة حثيثا. كأننا نقول: نجد دولا متقدمة تسعى سعيا حثيثا، فحذف المفعول المطلق وناب عنه مرادفه، إذن الاختيار الصواب هو كلمة حثيثا. السؤال 17، أيها المؤمنون استعينوا بالصبر والصلاة، حدد إعراب ما تحته خط. الاختيار الأول هو منادى مبني على الواو، أم نعت مرفوع بالواو، أو مبتدأ، أم بدل. هنا أسلوب نداء، وهنا إجاز بحذف أداة نداء، والمنادى كلمة أي، وهو منادى مبني على الضم، ويأتي بعده الاسم المشتق والمعرف بألف ولام، فهنا يعرب نعت مرفوعا، إذن هو الاختيار الصواب هو رقم باء، نعت مرفوع، وهو جمع مذكر سالم، فهو نعت مرفوع وعلامة رفعه الواو، يبقى الاختيار الصواب هو رقم باء. أحسنت يا مستر سيد. ننتقل للصفحة رقم 8 مع مستر محمد إسماعيل. تفضل يا مستر. استكمالا: لا تؤذي جيرانك تفقد ودهم. الجملة احتوت على لأن هي من أدوات جزم الفعل المضارع، لأن هي علاقتها باللغة العربية اللي عندها حاجتين، الفعل بعدها بيبقى مجزوم ويجوز توكيده بالنون. حق لي أن أقول لا تؤذينا. لا تؤذي هذه جملة طلبية، ما النتيجة؟ أنت افرض قلت لا تؤذي جيرانك يحبوك، إذا قلت يحبوك فهو مجزوم في جواب طلب، أما إذا قلت تفقد فهو فعل مضارع مرفوع. يبقى أنا عندي في الجملة لأن هي مضارع بعدها مجزوم ويجوز توكيده بالنون، عندي تفقد فعل مضارع مرفوع لأنه غير محبب للنفس. يبقى إذن السؤال الإجابة رقم باء. عندي الزهراء أفضل امرأة، والزهراء أفضل امرؤة. هنا عايز يراجع على اسم التفضيل، متى يكون ما بعد اسم التفضيل مضاف إليه، ومتى يكون ما بعد اسم التفضيل تمييز. إذا كان من نفس الجنس في كلمة امرأة فهو امرأة مضاف إليه، أما إذا كان خالف الجنس مثل كلمة مروءه فمروءه تعرب تمييز. إذن الإجابة رقم دال. في السؤال رقم 20 هو عايز يراجع على اسم الآلة، اسم الآلة في منه الجامد واسم الآلة في منه المشتق. اسم الآلة الجامد زي كلمة قلم، سيف، رمح، فرجار، فأس، ساطور، سكين، سندان.
أما المشتق فله أوزان: مفعال، مفعل، مفعلة، فعال، فعالة، فاعلة، فعول. فعندي الكلمة الإجابة هتبقى مكواه ومبرد، هذه أسماء آلة مشتقة. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 9 مع مستر عصام الرفاعي، تفضل يا مستر. أهلا بكم طلابي مرة أخرى. في السؤال رقم 21: حبذا أن تصلي، المصدر المؤول في الجملة السابقة في محل. نحن نعلم أن المصدر المؤول يأتي على ثلاثة أشكال: أن زائد الفعل المضارع، وما زائد الفعل، وأن واسمها وخبرها. ونحن نعلم أنها حينما نحولها إلى مصدر صريح تأخذ نفس إعراب الاسم العادي. فننظر معا: حبذا أن تصلي، هذا أسلوب مدح مكون من حب وذا، فعل وفاعل. ونحاول معا أن نحول المصدر الصريح، المصدر المؤول أن تصلي إلى الصلاة، فتكون حبذا الصلاة. ونحن نعلم من المرحلة السابقة في الإعدادية أن المخصوص بالمدح مع حبذا في محل رفع مبتدأ مؤخر. السؤال 22: يعيد مرة أخرى الحديث عن التوكيد المعنوي، ولكن في هذه المرة يتحدث عن كلا وكلتا، وهي معضلة كبيرة لبعض الطلاب، ولكنني سأعطيكم الدواء والشافي بإذن الله. انظر أيها الطالب، أيتها الطالبة، إلى الجد والعمل، هل مفرد أم مثنى؟ نحن نقول أن الجد والعمل مثنى، ولذلك هما يدخلان في طي المثنى، كلاهما نافعان. انظر معي، تجد أن كلاهما في منتصف، قبلها مثنى، بعدها مثنى، إذن هذه توكيد معنوي بطريقة سهلة جدا. انظر ما قبلها وما بعدها، إذا وجدت أن الجميع مثنى فاعربها توكيدا معنويا. بينما انظر معي في المثال: الجد والعمل كلاهما نافع، نجد أن كلاهما في المنتصف، قبلها مثنى إلا أنه بعدها مفرد، ولا يجوز. بالطبع نحن نعلم أن المبتدأ والخبر لابد أن يطابقه في العدد والنوع، العدد الجد والعمل مثنى، كيف يكون خبره نافع ومفرد؟ إذن هنا نعربها مبتدأ ثان، فتكون الإجابة رقم جيم. ننتقل للسؤال رقم 23، يتحدث عن دخول ماء الكفة على إن وأخواتها. ليتما المصريون متحدون، ليتما المصريين متحدون. أبنائي، نحن نقول أن ماء الكفة لها القدرة والقوة والشجاعة على أن تبطل إن وأخواتها جميعا، إلا أنها توقفت عند ليتا. قال العلماء أنه يجوز ما بعد ليتا الإهمال والإعمال. الإعمال على الأصل فيكون ما بعدها اسمها منصوب، والإهمال تعود الجملة مرة أخرى إلى أصلها اللي هي المبتدأ والخبر. إذن ننظر فنقول: ليتما المصريون، وجدنا أن المصريين أو المصريون مرفوع بالواو، إذن مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. ننتقل إلى: ليتما المصريين، وجدنا أن المصريين منصوبة بالياء، إذن هنا تكون على الإعمال، فتكون اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الياء. ننتقل إلى السؤال رقم 24، وهو سؤال جميل يعني يعود بنا إلى الفعل المضارع ونصبه. البطولة المثلى ألا يقنع الإنسان بالعيش عيش الخنوع. فنجد أن الفعل يقنع مسبوق بألا. لاحظ ابن العزيز ابنتي العزيزة أن ألا مكونة من أن زائد لا. أن هذه تنصب الفعل المضارع، من أدوات نصب الفعل المضارع، أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، فاء السببية، لام الجحود، واو المعية. وإذن نجد أنها جاءت يعني كلمة ألا لو فصلناها نقول أن لا يقنع، إذن هذا فعل مضارع منصوب. وجدنا أن حذفنا جيم ودال، يبقى لي ألف وباء. مضارع منصوب بفتحة مقدرة أم مضارع منصوب بفتحة ظاهرة؟ إذن الإجابة حرف العين، حرف صحيح، إذن منصوبة بالفتحة الظاهرة رقم باء. أحسنت مستر عصام. ننتقل للصفحة رقم 10 مع مستر محمد عطية، تفضل يا مستر. السؤال يا شباب رقم 25 بيقول: أكرمتك المعلمة وأكرمتك،
الفاعل هنا على الترتيب المعلمة وتاء الفاعل ولا كاف الخطاب وكاف الخطاب ولا ضمير مستتر تقديره أنت وتاء الفاعل ولا ضمير مستتر تقديره هي وتاء الفاعل. هو هنا طبعا يا شباب بيختبر إعرابك أو فهمك لإعراب الضمائر. طيب لو احنا قرينا هنا هنقول أكرمتك، هنا فعل ماضي مبني زي ما انت عارف على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث. طيب مين بقى اللي أكرمتك؟ المعلمة. يبقى المعلمة هنا فاعل طبعا. هتقولي طب كاف الخطاب دي تتعرب ايه؟ في محل نصب مفعول به، لأن الضمير إذا اتصل بالفعل يعرب في محل نصب. طيب أكرمتك، هنا بقى أكرم، بص كده آخر حرف هتلاقيه حضرتك الميم، وشوف انت هتنطقه ازاي. أكرم وقفت على الميم، يبقى هنا فعل ماضي مبني على السكون لأن انت ما تحركش حرف الميم. أكرمت هنا تاء الفاعل اهي والكاف في محل نصب، يبقى انا هختار الاجابه رقم ا اللي هي الفاعل المعلمه وتاء الفاعل في الجمله الثانيه اللي هي اكرمتك. جمله رقم 26، هذا ذو علم وهؤلاء ذو علم. هنا بيقول لي ذو وذو على الترتيب، خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه، وبديني اربع اختيارات من الاسماء الخمسه اللي هو ذو وذو من الاسماء الخمسه، ولا جمع مذكر سالم ومن الأسماء الخمسة، ولا من الأسماء الخمسة وجمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. طبعا أول حاجة أنت لازم تبقى فاكر إيه هي أصلا الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة اللي هي أب وأخ وحم وفو وذو، بس طبعا عشان أنا أقول عليهم اسم الأسماء الخمسة لازم يكون الاسم دوت مفرد أو مفردة، تكون الأسماء الخمسة مفردة ومكبرة ومضافة لغير ياء المتكلم، وتكون ذو بمعنى صاحب. وفعلا هنا الشروط كلها متوفرة تقريبا يا شباب في الجملة الأولى، هذا ذو علم أي هذا صاحب علم، وعلم هنا مضاف إليه. طيب فأنا هعرب ذو أو هقول عليها من الأسماء الخمسة لأن خلاص الشروط كلها موجودة فيها. طيب الثانية، هؤلاء ذو علم. ذو هنا جت جمع، وإحنا لسه قالين إن هي لازم تبقى مفردة ومكبرة ومضافة لغير ياء المتكلم. طب في الحالة دي أقول عليها إيه؟ قالك الصح ان انت تقول ملحق بجمع المذكر السالم، وتعرب طبعا ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، وزي ما انت اكيد فاكر ان دي علامات فرعيه غير العلامات الاصليه. يبقى انا كده خلاص هقول ان ذو من الاسماء الخمسه، وهقول ان ذو جمع مذكر سالم ملحق بجمع المذكر السالم اللي هي الاجابه كده رقم جيم. جمله رقم 27، مكتوب احبك فانت دون غيرك حبيبي. احبك فانت دون غيرك حبيبي. هنا دول جملتين، أحبك دي أصلاً جملة فعلية متكاملة، فعل وفاعل ومفعول حتى لو كان الفعل ضمير مستتر. فأنت دون غيرك حبيبي جملة، هنا برضو جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، أنت ضمير رفع أصلاً. طيب هو أنا ليه أختار ألف؟ أنت ممكن عقلك يحتار ما بين ألف وما بين دال، ما هي ممكن برضو أحبك فأنت دون غيرك حبيبي، أنا بأكد ممكن تبقى توكيد زي مثلاً في سورة البقرة صح؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هنا أنت بقى اللي إيه؟ هتبقى توكيد لأن قبلها فعل أمر اسكن، لكن هنا أحبك ده مش فعل أمر، ده فعل مضارع. ففي الحالة دي أنا هنا مش بأكد، ده دي بداية جملة جديدة، فهقول فأنت دون غيرك حبيبي، هقول إن أنت مبتدأ أو في محل رفع مبتدأ. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 11 مع مستر محمد عز. اتفضل يا مستر. إن شاء الله يا شباب هنستكمل بقية التدريبات والسؤال. السؤال 28، إياك أكرمت. طبعا هنا بيقول لي إياك ضمير مبني في محل رفع أم نصب أم جر أم لا محل له من الإعراب. لازم نعرف يا شباب أن هناك إعراب للضمائر، إعراب الضمائر، هناك الضمير في محل رفع والضمير في محل نصب والضمير في محل جر. هنا إياك من الضمائر المنفصلة التي تعرب دائما ضميرا منفصلا مبنيا في محل نصب مفعولا به. إذن لما بشوف إياك دائما بعربها ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به والكاف للخطاب لا محل لها من الإعراب. إذن الاختيار بتاعي هيكون رقم ب. المثال 29، قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. يا شباب احنا عارفين أن كلمة رب وربكم، ربي هنا أضيفت لياء المتكلم، وياء المتكلم حرف مكسور. تاني، ياء المتكلم حرف مكسور،
يناسبه كسر ما قبله، تاني يناسبه كسر ما قبله، تاني ياء المتكلم حرف مكسور يناسبه كسر ما قبله. إذن لما نلاقي أي كلمة مضافة لياء المتكلم الإضافة هنا تجعلها معربة بحركات أصلية مقدرة، يعني ترفع بالضمة المقدرة، تنصب بالفتحة المقدرة، تجرأ بالكسرة المقدرة. إذن هنا علامة الإعراب ستكون مقدرة، وهنا موقعها خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. الواو هنا حرف عطف، وربكم أضيفت كلمة رب لكم، ضمير المخاطبين للجمع، وهنا عندما تضاف إلى أي ضمير غير الياء تعرب بحركات أصلية ظاهرة، إذن هي اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يبقى عندنا الاختيار رقم ب. المثال 30، قال الشاعر: لوم وصد يؤلمان أخ الهوى، أفتجمعان ملامة وصدودا. يا شباب كلنا عارفين قاعدة إعراب الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة لها شروط، وهي أب وأخ وحم وفو وذو. أولا أن تأتي مفردة، يعني أب واحد أخ واحد، ولا تضاف إلى غير ياء المتكلم، لأنها لو أضيفت تضاف إلى غير ياء المتكلم، لأنها لو أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب بحركات مقدرة. يعني لو لقيت جاء أبي، رأيت أبي، سلمت على أبي، كل ده مش من الأسماء الخمسة. هنا عندنا في المثال بيقول لي أخ الهوى، عشان أعرف كلمة أخ لازم أنظر إلى موقعها في الجملة. يؤلماني ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وأخ هنا غير مضافة إلى الياء، إذن تعرب إعراب الأسماء الخمسة، ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء، وموقعها هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنها من الأسماء الخمسة. إذن هنختار الاختيار رقم ألف. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 12 مع مستر محمد البكري، تفضل يا مستر. أهلا بك شباب مرة تانية بإذن الله رب العالمين. هنقف كده مع السؤال 31. قال الشاعر: لا رعى الله الليالي إنها أبعدت عني أخا أهوى شهوده. وجايب لي طبعا كلمة أخا، بيقول لي دي مفعول به منصوب وعلامة نصبه، وعندي مجموعة من الاختيارات. طبعا هنستكمل السؤال السابق لسه كان أستاذنا بيتكلم فيه، كان بيكلمني عن الأسماء الخمسة، طبعا أب وأخ وحم وفو وذو، ولسه قايلين وعارفين إن هي لابد لهذه الأسماء أن تكون مضافة. لو إحنا جينا بصينا على كلام أبعدت عني أخا، طبعا هنا انتفى منها شرط الإضافة فلن تكون من الأسماء الخمسة، فطبعا هنعربها عادي إعراب الاسم المفرد، فهتبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه طبعا الفتحة الظاهرة، هيبقى الاختيار جيم هو الاختيار الصحيح. طيب السؤال اللي بعده 32، أحب ذا العزيمة، والجملة اللي معاها أحب ذا الرجل، بقول لي إعراب كلمة ذا في الجملتين على الترتيب. برضو لسه موقفين مع الأسماء الخمسة وبنتكلم عن الأسماء الخمسة وشروطها، وإحنا عارفين كويس جدا إن الأسماء الخمسة أو الاسم ذو وهو اسم من الأسماء الخمسة لن يعني يعرب إعراب الأسماء الخمسة إلا إذا يعني جاء بمعنى صاحب. فلو إحنا جينا نطبق الكلام ده على الجملتين الموجودين قدامي، أحب ذا العزيمة أي أحب صاحب العزيمة، فطبعا ذا هنا اسم من الأسماء الخمسة، فموقعها الإعرابي مفعول به، فيبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. لكن الجملة اللي معاها أحب ذا الرجل، فذا هنا يا شباب هي اسم الإشارة اللي بيشير إلى المفرد المذكر، فطبعا ديت الأسماء الإشارة احنا زي ما احنا عارفين هي أسماء مبنية ما عدا هذان وهاتان، فطبعا ده اسم مبني. فلو جينا نشوف الاختيار الصحيح هتبقى ذا الأولى أحب ذا العزيمة اللي جاءت بمعنى صاحب، فهي تبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، وطبعا الثانية اسم مبني طبعا في محل نصب مفعول به، هيبقى الاختيار باء مفعول به منصوب في الجملة الأولى، مفعول به مبني في محل نصب في الجملة الثانية. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 13 مع مستر سيد عزيز، تفضل مستر. أستكمل يا شباب السؤال 33، يقول الشاعر: من ذا الذي بإخائه وبوده من بعد ودك أو إخائك أفرح. كلمة ذا مبتدأ مؤخر، الاختيارات: أولا كلمة ذا، كلمة ذا هنا اسم إشارة، تأتي اسم الإشارة من بعد
اسم استفهام من يكون اسم إشارة في مبني في محل رفع مبتدأ، واسم الاستفهام من يكون في محل رفع خبر مقدم. فذا هنا اسم إشارة، لكن هنا هاء التنبيه حذفت فهي اسم إشارة مبتدأ مؤخر فهو اسم إشارة، وجميع أسماء الإشارة مبنية ما عدا المثنى منها. إذن الاختيار رقم باء هو الصواب، مبتدأ مؤخر مبني على السكون في محل رفع. السؤال 34، جميع الأسماء الآتية معربة ما عدا هذان أم أنتما أم اللذان أم تجاء. جميع الأسماء معربة ما عدا، بعض الأسماء مثل الضمائر وجميع الضمائر مبنية، وأسماء الإشارة ما عدا المثنى منها، وكذلك الأسماء الموصولة أيضا مبنية ما عدا المثنى منها فهو معرب. إذن الاختيار والشباب هنا كلمة هذان هي كلمة معربة لأنها تدل على مثنى، وكذلك اللذان. أما الاختيار الصواب هنا هيكون السؤال الاختيار رقم باء أنتما لأنها ضمير وجميع الضمائر مبنية. السؤال 35، الطلاب يرجون النجاح والطالبات يرجون النجاح. الفعل يرجون في الجملتين على الترتيب هل هو معرب أم مبني؟ أولا الفعل المضارع هو فعل معرب لكنه يأتي مبنيا في حالتين، إذا اتصل به نون التوكيد فهو مبني على الفتح، كان أقول والله لأجتهدن، فهنا أجتهدن هنا فعل مضارع مبني على الفتح، وقد يكون مبني على السكون إذا اتصل به نون النسوة كأن أقول الطالبات يجتهدن. هنا يجتهد فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إذن بالترتيب هنا يبقى الطلاب يرجون هنا فعل مضارع اتصل به واو الجماعة فهو من أفعال الخمسة، فهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. إذن النون هنا علامة رفع ليست نون توكيد ولا ليست نون نسوة، يبقى هنا الفعل مرفوع، يبقى الفعل هنا معرب. والطالبات يرجون هنا اتصل بنون بنون النسوة، يبقى الفعل هنا هيكون مبني. إذن الاختيار الصواب هيكون رقم ألف، معرب ومبني. أحسنت يا مستر سيد. ننتقل للصفحة رقم 14 مع مستر محمد إسماعيل، تفضل يا مستر. أهلا بكم مرة ثانية ثالثة. الصفحة بنراجع فيها الضمائر، نراجع فيها الجمل التي لا محل لها من الإعراب، نراجع فيها اسم التفضيل. قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، طبعا إن حرف ناسخ وأي ضمير يتصل بإن وأخواتها ضمير مبني في محل نصب اسمها. تبعثون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، لأن الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله الذي نقول أنه مبني للمجهول، طبعا تأدبا مع الله تبارك وتعالى نقول مبني لما لم يسمى فاعله. السؤال الثاني، زياد صديقي الذي أحبه، الذي اسم موصول مبني في محل رفع نعت الكلمة صديقي، فالجمل التي تأتي بعد الاسم الموصول الأسماء الموصولة الذي التي اللذان اللتان اللائي اللاتي الذين، من للعاقل وما للعاقل ولغير العاقل، أي جملة تقع بعد هذه الأسماء جمل لا محل لها من الإعراب. إذن إجابة السؤال رقم 36 نصب اسم إن رفع نائب فاعل، الإجابة رقم 37 طبعا جملة لا محل لها من الإعراب. السؤال رقم 38، كتاب اللغة العربية أفضل كتاب، كتاب مدرس على الهواء أفضل شرحا، طبعا نراجع تاني اسم التفضيل، اسم التفضيل ما بعد اسم التفضيل متى يعرب مضاف إليه ومتى يعرب تمييز، إذا كان من نفس الجنس أفضل كتاب فكتاب مضاف إليه، إذا لم يكن من نفس الجنس أفضل شرحا فشرحا تعرب تمييز. إذن الإجابة رقم باء مضاف إليه وتمييز. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل لمستر عصام الرفاعي، صفحة رقم 15، تفضل يا مستر. مرة ثالثة طلاب الأعزاء، السؤال رقم 39، ما أعجبني غير ما كتبه توفيق الحكيم. قبل أن أشرح في الإجابة لابد أن نعلم أن هذا أسلوب قصر، أسلوب قصر بلاغي، يعني بالنفي والاستثناء، نفي بما واستثناء بغير. إذن حينما يسألني يقول المحل الإعرابي لما تحتوي خط صدمت أن لدي ما وما، فلابد أن أتوقف لديها. ما الأولى دخلت على الفعل المضارع فهي نافية، وطالما نافية فهي مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. غير الملك ما كتبه، هنا ما بمعنى الذي أي اسم موصول، ونحن نعلم منذ السنوات السابقة أن ما بعد غير سيكون وسوى مضاف إليه، فتكون الإجابة رقم باء لا محل لها وجر. السؤال رقم 40، نحب كل
قائل أو قائل حق، نحب كل قائل حق، إعراب كل وقائل وحق على الترتيب. قلنا قديما أن جملة نحب مكونة من فعل وفاعل، نحب نحن، وكل تعرب مفعول به منصوب، وكل مضاف وقائل مضاف إليه، وقائل اسم فاعل ولكنه غير عامل فيكون ما بعده مضاف إليه من إضافته إلى فاعله. إذن تكون الإجابة رقم جيم، مفعول به مضاف إليه مضاف إليه. السؤال 41، هنا القاهرة، هذا ما أجمل هذه الجملة، كن حينما نسمعها من الإذاعة قديما وافتقدناها كثيرا. هنا القاهرة، بدأت هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية قد يتقدم الخبر على المبتدأ، وأيضا هو أسلوب قصر بلاغي، فالأصل القاهرة هنا. إذن اعلموا أبنائي، إذا بدأت الجملة بظرف أو جار مجرور فتعرب خبر مقدم وما بعدها مبتدأ مؤخر. إذن الإجابة رقم ألف. أحسنت يا مستر عصام. ننتقل للصفحة رقم 16 مع مستر محمد عطية، تفضل يا مستر. السؤال رقم 42، يذاكر الطالبان ليرضي أبويهما، علامة الإعراب في يذاكر ويرضي، الضمة الظاهرة والضمة المقدرة، ولا الضمة الظاهرة وثبوت النون، ولا الضمة المقدرة وحذف النون، ولا الضمة الظاهرة وحذف النون. طبعا يا شباب احنا عارفين يذاكر ويرضي الاثنين فعل مضارع، واحنا كمان متخيلين ان الفعل المضارع فعل معرب. يعني ايه معرب؟ يعني يرفع وينصب ويجزم. طيب هنا يذاكر مرفوع ولا منصوب؟ فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق بنصب او جازم، فهنقول يذاكر فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره، لانه ايه؟ لانه صحيح الاخر، حرف الراء لم يكن حرف عله. طيب يذاكر الطالبان ليرضي، يعني عشان يرضي ابويهم، هنا دي اسمها لام التعليل. لام التعليل دي بتنصب الفعل المضارع، نفتكر كده أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، فاء السببية، واو معية، لام الجحود. إذن كل دي أدوات نصب الفعل المضارع. يبقى هنا يرضي فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. جملة رقم 43، جميع الجمل التالية غير صحيحة ما عدا، يعني كل الجمل اللي قدامك مش صح إلا واحدة بس هي اللي صح. لعلكم تذاكروا فتتفوقوا، ولا لعلكم تذاكرون فتتفوقون، لعلكم تذاكرون فتتفوقوا اللي هي رقم جيم، ولا لعلكن تذاكرن فتتفوقون. طبعا لعل حرف ناسخ، الكاف ضمير مبني في محل نصب ايه؟ اسم لعل، تذاكرون ده الخبر. طب انا ليه هاخد فتتفوقوا اللي هي الاجابه رقم جيم؟ لان ديت فاء السببيه اللي هي لابد ان تتصل بالمضارع وتسبق بنفي او طلب، وهنا طبعا زي ما احنا شايفين سبقت بطلب، فهنقول الإجابة لعلكم تذاكرون فتتفوقوا الإجابة رقم جيم. سؤال 44، قال الشاعر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. إذا وضعنا لن بدلا من لا في قوله لا يعدم، فإنها ستكون لن يعدم، ولا فلن يعدم، ولا لن يعدم، ولا فلن يعدم. طيب ده طبعا زي ما انت عارف ان ده اسمه أسلوب شرط، بيتكون من أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. من أداة الشرط؟ أداة شرط جازمة. يفعل فعل الشرط. طيب من يفعل الخير إيه اللي يحصل؟ لا يعدم، ده كده جواب الشرط. لازم بقى أفكرك أن يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة اسمية وطلبية، وبجامد وبما ولن وقد والتسويف. خلي بالك أنا قلت لن، يبقى أنا لازم هفكر في الإجابة به أو الإجابة دال، لأن هم دول فعلا اللي فيهم الفاء. بس أنت بقى افتكر أن إذا اقترن جواب الشرط بالفاء يعرب المضارع حسب مكانه. يعني ايه؟ يعني لن دي اصلا اداه نصب، يبقى انا لازم اختار الاجابه رقم د، لان يعدم فعل مضارع صحيح الاخر ينصب بالفتحه الظاهره، يبقى الاجابه يا شباب رقم د. احسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحه رقم 17 مع مستر محمد عز، اتفضل يا مستر. نستكمل يا شباب بقيه المراجعه والسؤال 45. ان يقرا الناس تزيد ثقافتهم. احنا عارفين طبعا ان ان اداه شرط جازمه تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. وهنا عارفين كمان يا شباب أن علامة الجزم تظهر على الحرف الأخير. يقرأ فعل صحيح الآخر، إذن يجزم بالسكون، وتزد أيضا فعل صحيح الآخر يجزم بالسكون. طيب هي أصلها تزيد، حذف حرف العلة الأوسط منعا من التقاء الساكنين، لأنه طبعا الياء ساكنة، ولما هجزم الفعل هتكون الدال ساكنة، ما ينفعش ساكن وبعده ساكن. إذن الإجابة رقم ألف.
سؤال السادس والأربعون، من يصبر فالسعادة مصيره. هنا يا شباب أداة الشرط من تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، وأحيانا يأتي جواب الشرط جملة، وزي ما قلنا قبل كده أن أحيانا يقترن أو تقترن جملة جواب الشرط بالفاء. إذا من هي أداة الشرط، ويصبر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وهنا جملة جواب الشرط فالسعادة مصيره، هنا دي جملة اسمية، والجملة الاسمية تتكون من ركنين مبتدأ وخبر، إذن السعادة هي مبتدأ، الاختيار رقم ب. السؤال السابع والأربعون، إذا خلوت فتذكر أن الله يراك. هنا إذا أداة شرط غير جازمة، وجواب الشرط هنا فتذكر أن الله يراك. جواب الشرط لأداة غير جازمة بيكون لا محل له من الإعراب. إذن جملة جواب الشرط فتذكر أن الله يراك لا محل لها من الإعراب، وهي الاختيار رقم د. أحسنت مستر محمد. ننتقل لمستر محمد البكري صفحة 18، تفضل يا مستر. أهلا بكم شباب تاني. هنقف مع سؤال 48 سريعا كده، بيقول لي إن تجتهد فستنجح. تنجح ده فعل مضارع. طيب احنا بكل بساطه خالص، احنا اول ما نشوف ناس كتير ممكن تنخدع، يقول لي انت اجتهد ده اسلوب شرط فهيجزم فعلين مضارعين. هقول لك لا، استنى هنوقف ثانيه واحده بس كده. الفعل المضارع هنا اقترن بالفاء، لان طبعا الفعل المضارع سبق بالايه؟ بالسين. فنقول انت اجتهد فستنجح، ده طبعا فعل مضارع مرفوع، لان طبعا جواب الشرط هنا اقترن بالفاء، وطبعا لانه مسبوق بالايه؟ بالسين، التسويف. طيب السؤال 49، الهرم الاكبر مهيب شكله. طيب بيقول لي مهيب ده هو اسم الفاعل ام مفعول ثلاثي ام مفعول غير ثلاثي ام اسم مكان. طبعا كلمه مهيب هو طبعا اسم مشتق دل على من وقع عليه الفعل، فهو اسم مفعول، وهو مشتق من الفعل الاجوف، لانه طبعا الفعل الماضي منه المبني للمعلوم هابا. فطبعا احنا بكل بساطه كده بنقلب حرف العله بنرد الاصل اللي هو الواو والياء. فطبعا كلمه مهيب من الفعل المبني المعلوم منه هابا، فهو فعل طبعا ثلاثي، فهو طبعا يا شباب اسم مفعول من فعل ثلاثي. السؤال 50، نحن مدركون اهميه النيل. كلمه اهميه اعرابها ايه؟ طبعا كلمه اهميه شباب اعرابها مفعول به، طبعا لانها سبقت بمدركون، ومدركون هذا اسم فاعل عامل، وطبعا اسم فاعل عامل هنا يا شباب لانه مسبوق بالمبتدا، فمدركون اسم فاعل عامل لانه سبق بالمبتدا هيعمل عمل الفعل. كاني بقول يدركون اهميه النيل، فكلمه اهميه مفعول به منصوب لاسم الفعل العامل، فالاختيار الصحيح هو الاختيار ج. احسنت يا مستر محمد. هننتقل للصفحه رقم 19 والجزئيه الاخيره في التمارين معانا مع مستر سيد عزيز، اتفضل يا مستر سيد. اهلا بكم يا شباب مره ثانيه. والسؤال بعد كده السؤال 51، بيقول الوطنيه هي الدافعه الفرد الى العمل. كلمه الدافعه هل اسم فاعل ام صيغه مبالغه ام اسم آلة ام اسم مفعول؟ طبعا الدافعه سهله جدا، هي الدافعه على وزن الفاعله من الفعل دافعه، فهي اسم فاعل، يبقى الاختيار الصواب هو رقم ألف. السؤال بعد كده شباب 52، بيقول حسن الخلق يجعلك انسانا محبوبا لقاء. اعراب كلمه لقاء، كلمه لقاء سبقت به اسم مفعول هي كلمه محبوبا، وهنا كلمه محبوبا اسم مفعول عامل، وياتي بعدها نائب فاعل، فكلمه لقاء هنا الاختيار رقم ج هي الصواب، يبقى نائب فاعل. كلمه محبوبا طبعا بيقول هنا اسم فاعل ولا اسم مفعول ثلاثي ولا اسم تفضيل ولا اسم مفعول من غير الثلاثي. طبعا احنا عارفين ان طبعا اسم مفعول من الفعل الثلاثي ياتي على وزن مفعول، تكون الميم مفتوحه، فاذا الاختيار الصواب هو رقم ب اسم مفعول ثلاثي. السؤال بعد كده 54، بيقول كن ايها الشاب معطاء وطنك كل طاقتك. يا رب كلمه كل، كلمه معطاء هنا شباب صيغه مبالغه تعمل عمل الفعل، فكاني اقول انت تعطي وطنك كل طاقتك، ف تعطي وطنك هنا اسم معطاء صيغة مبالغة عاملة، فكلمة وطنك هنا مفعول به أول لصيغة المبالغة العاملة، والكاف المتصلة بكلمة وطنك هنا هتكون ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أما كلمة كل فهنا المفعول إيه الثاني، فيكون الاختيار الصواب هنا رقم دال مفعول به ثاني. أحسنت يا مستر سيد. مستر محمد اسماعيل في نص دقيقة كده، لو عندك رسالة سريعة للطلبة بتاعتك تسوكي. رسالة سريعة، أولا جزا الله القائمين على هذه القناة وهذا البرنامج كل خير. سادة أولياء الأمور اطمنوا معاكم، يعني ما شاء الله يعني كفاءة وناس أصحاب خبرة كبيرة،
الطلبة اطمئنوا جدا جدا، بالمران يسهل كل شيء إن شاء الله. مستر عصام عندك أي رسالة سريعة للطلبة بتاعتك؟ تفضل. رسالتي إلى طلاب الثانوية العامة ليست بعبع، إنما هي مرحلة تحديد مصير، وأنت إذا إن شاء الله لو ركزت كويس تستطيع أن تحقق كل آمالك وأحلامك. وممكن ما بدأش مذاكرة من أيام، ممكن يبدأ من النهاردة وإن شاء الله يحقق آماله. مستر محمد عطية تحب تقول للطلبة بتاعتك؟ والله يا شباب أنا أحب أقول لكم افتكروا بس كلام الإمام الشافعي لما قال من طلب العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحال. أحسنت. مستر محمد عز تحب تقول للطلبة بتاعتك؟ طبعا بنشكر مستر أحمد على الاستضافة الجميلة دي والرائعة، وأحب أقول لطلابي نفعكم الله بما قدمنا وأنار بصيرتكم بنور العلم، اللهم أمين يا رب العالمين. أحسنت حبيبي. مستر محمد البكري تفضل حبيبي. طبعا لكل أحبابنا في الثانوية العامة، استعن بالله أولا، ارض ربك ثم ارض والديك، بإذن الله ستنال النجاح. مستر سعيد عزيز تفضل حبيبي. صاحب إن شاء الله مزيد من الجد والاجتهاد وبالتوفيق إن شاء الله، وبقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي إن شاء الله. شرفتونا وحلقة من الحلقات الجميلة، ونتمنى إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة، وتمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا.